ولمناقشة مسألة الترهل الوظيفي بتوظيف ما يسمى الفضائيين واستنزاف الموازنة العراقية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. دكتور هشام، بحسب مراقبين فالتعيينات الحزبية المليونية أنتجت ترهلا وظيفيا كما تلاحظون، هذا الترهل يهدد خزينة الدولة. ما المعايير التي على أساسها يتم طرح الدرجات الوظيفية ومن ثم توظيف المختارين لها؟ يبدو من التقرير الذي عرض أنه القائمين على إدارة الدولة الأساس هو كيد الولاء لهذه التنظيمات السياسية دون النظر إلى الواقعية لتطوير القطاعات الإنتاجية وإيجاد فرص عمل تتناسب والمؤهلات المطلوبة. ولذلك أصبح اعتماد على كسب الولاء بالتوسع بالتوظيف والترهل لمعظم المؤسسات الدولة حتى الإنتاجية التي كانت تقبل موارد الخزينة العامة. ومثلا القطاع الصناعي مع الأسف هناك مصانع أو شركات لا زالت تعيش على الدولة بدل ما أن تكون هي موردة للتأمين مورد للدولة باعتبارها مشاريع إنتاجية، إذا هذا في الصناعة كذلك في الزراعة. هل معقول أن يكون عدد التابعين للرواتب بين التقاعد والوظائف تجاوز 8 مليون مواطن؟ هذا الرقم يمثل نسبة كبيرة من حجم المبالغ المعتمدة في المواجهة. نعم، لو نظرة بعيدة أخذنا أن العائد المتحقق للدولة هو بشكل رئيسي من قطاع النفط. لو النفط انخفض سعره عن أقل من 40% بالتأكيد الدولة غير قادرة على تأمن رواتب الحجم المطلوب في عدد العاملين بالوقت الحاضر. نعم، إذا كانت وزارة التخطيط تقول معدل الموظف 10 دقائق باليوم، فكيف ممكن أن تحسب لهذه الدولة قدرة على إمكانية توظيفه لخدمة الاقتصاد العراقي ويحقق عائد ممكن يغطي مستلزمات حاجة البلد؟ على ذكر العشر دقائق دكتور معذرة للمقاطعة، لا أعرف كيف يمكن أن نكون سؤالا من هذه المعلومة. 10 دقائق التي تفضلت بالحديث عنها هي في الحقيقة تثير العديد من الأسئلة اقتصاديا سياسيا مجتمعيا. ماذا يفهم من هذه المعلومة لو سمحت، خاصة من الناحية الاقتصادية التي تتعلق باختصاصكم؟ الدولة يعني كانوا معنية لإشغال مناهجها القطاع الإنتاجية، لأنه غير ممكن أن يكون هناك أي إنتاج أو أي عائد مقبول يغطي احتياجات البلد من إنفاق غير مبرر. إذا كان المؤسسة التي تستخدم عدد من العاملين غير قادرة أن تغطي كلفتهم من العائد الإنتاج إذا كان قطاع إنتاجي أو زراعي. نعم. المشكلة الثانية أنه التوسع في المجالات الغير ذات فائدة للقطاعات الإنتاجية الفاعلة، وهي فتح الكليات على مستوعيها. بدأت من بيوت صغيرة إلى عدد من الغرف لفتح كليات. لو نحسب عدد الكليات الموجودة وخاصة الكليات الإنسانية التي بدأت تمثل ضغط على الدولة لغرض التوظيف، ولهذا يوميا مظاهرات أمام المؤسسات لغرض التوظيف وهم غير مؤهلين لأداء عمل يتناسب مع احتياجات تلك المؤسسة. نعم. هنا يأتي السؤال دكتور، نعم معذرة للمقاطعة، هنا يأتي السؤال عن دور وزارة كوزارة التخطيط التي من المفترض أن
يكون ذلك ملقى على عاتقها، تخطيط احتياجات الدولة من موظفين ووظائف وغيرها، سواء إعادة تدوير أو تسكين وهيكلة أو حتى في الوظائف الجديدة لتلبية احتياجات البلد. ما دور الوزارة في هذا الشأن؟ التخصيص كوزارة غير كدولة غير قادرة على فرض سياسات ممكن أن تكون متناوبة مع بقية القطاعات الأخرى. وزارة التخصيص مهما تضع من منهج قد لا يكون متوافق مع الوزارات تعمل وفق منهجها إما السياسي أو العقائدي أو الارتباطات الخاصة. التخطيط يجب أن يكون هناك تفهم ومركزية من خلال قيادة قادرة أن توظف الخطط فيما يتناسب والكفاءات والقدرات المتوفرة بعائد مقبول. لا توجد هذه، لأن كل كما أشار التقرير أيضا أن التعيينات والاستخدام مو قائم على الكفاءة، قائم على أساس الولاء والتوزيع المخصصة. يقال أنه في بعض الوزارات الوزير باتجاه والوكيل باتجاه ثاني والمدير العام باتجاه، كل من يحمل هوية السياسية أو هوية الدينية العقائدية بما لا يتوافق والانسجام داخل الوزارة الواحدة، كيف ممكن يكون هناك انسجام وتعاون وتوافق ما بين مؤسسات الدولة كانت طيب هذه الدولة أو الحكومة دكتور هشام التي تتأخر في توظيف الخريجين الذين يطالبون على مدار الساعة بالوظائف، لماذا لا تفتح المجال للقطاع الخاص وتيسير الاستثمار كبديل للتوظيف الحكومي؟ القطاع الخاص كيف يمشي إذا ما كان هناك يعني جانب اطمئنان بالعمل، الأمان بالعمل، عدم الضغط والتأثير على القطاع الخاص يحوزوا لإمكانية انتشار أو توسع في القطاع الخاص، كأنه الدولة غير معنية لهذا القطاع اللي كان ممكن يوظف أعداد كبيرة واستخدام هاي الكفاءات. الجانب الثالث معنا الطلب الأخير أو التوجه الأخير أنه الدولة تشجع الموظفين للخروج بالتقاعد حتى تجد وظائف للصاحبين الوظيفة، وكأنه عملية توظيف ليس لغرض يعني توسع القطاعات الإنتاجية أو لخدمة الاقتصاد، هو لملء رغبة الأحزاب في توظيف منتسبيها أو المؤيدين. كيف ممكن التخطيط وفق هذا المنهج العشوائي مو قائم على خطط مدروسه ممكن ان تكون متوافقه وفق القطاعات الانتاجيه؟ اشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي العراقي دكتور هشام الياور، كنت معنا من عمان.